قال لك ما بغاش تصرط ليا لحد يومنا هذا. قال لك يعني درت واحد الغلط فادح، وقال لك دابا انا باقي ما تزوجش. قال لك ولكن دابا ملي تزوجت، الا تزوجت قلت لي الا تزوجتي دير هذا الحل اللي قلت لك، اللي قلت لكم في الفيديو، هذاك هو الحل اللي كيخصو يدير. صافي ماشي حقاجي صاحبي، اجي ولدي راه ناجي العساس، اجي تريزيان، اجي البلومبي، شحال الهضره هادي. كان هذا هو الفيديو دورتها في دماغها، لانها حتى هي بليده. داكشي علاش كنقول لكم خاص تكون واحد الثقافه في هذا الشيء، خاص الناس يعرفوه، ماشي يبقاو غير دايرين. هي كون كانت ذكيه وبحثت غير شويه في انترنت وطاحتي في فيديوهات ديالي مثلا، تبارك الله عليا مثلا، كانت غادي تمشي وغادي دير واحد الحل اللي قلت لكم ديال الطبيب مثلا. هي دورتها في دماغها، هي تقول لي صافي واخا، ولكن ما نبقاش نشوفو نهائيا في حياتي كلها، زعما دارت طايله. المهم قالت لي ما نبقاش نشوفو في حياتي كامله، وما عمره ما يجي عندنا لارنا. قال لها شوفي كوني هانيه. وفعلا قالت لي جديني على اساس انه صافي تصالحنا. جا قال لها غادي نجي، قال لها ما غاديش ندخل لداركم. قال لك جا هزيتها من قدام الباب، قلت لهم سمحوا لي هذاك الشيء ما قادرش ندخل، انا ما قادرش نهضر، وهذا هزها حطها في الدار. قال لك حطيتها في الدار، طلعت ليها الراجل ما طلعتش معاه، خليتهم. قال لك مشيت انا، قال لك مشيت حضر الحرب، بقيت كنبكي تنبكي تنبكي، داكشي ديال الرومانسيه، داكشي ديال الافلام التركيه. المهم قال لك بقيت تنبكي تنبكي. قال لك سالاو صافي، قال لك سالاو على اساس انه زعما كملوا هذا. مع العلم ما قلت لكمش واحد القضيه، هاد صاحبه هذا مازال ما تزوجش، وخدام هو وياه، يعني نفس التيك توك ديال الخدمه، ماكش بلا ما نقولش، بلا ما نقول الخدمه ديالو. المهم خدامين في نفس الضمير، وهذا وباقي هو متزوج. قال لك السيده منين جات، ما انا قال لك انا بقيت كنبكي يوم في قوس، وجيت قال لك وجهي ملي شفتهم في المرايه تصدمت، قال لك عينيا جغمات الدم، وقال لك وجهي قال لك انا يا بكثرت ما انا يا بيض، قال لك وليت ازرق مقجور حالتي، قال لك والماكله ما بغاش تدوز ليا، وهذا بحال المره الثانيه جاتني صعيبه على المره الاولى يعني مسكين. المهم قال لك لقيت السيده ترونكيل وناشطه وعاجبه الحال، هذا هو المصيبه. قال لي لقيت السيده ناشطه وترونكيل وعاجبه الحال، بحال لا ما وقع والو. ويقول لها واش داكشي سميتو، وهي توريها واحد الزيف فيه الدم. قالت لي ها هو، حطته ليه. قالت لي صافي راه مولاي السلطان دار. قال لها شوفي، قاعد تقول لي مولاي السلطان ولا لك شوفي، هذا الموضوع سديناه وما عمرك ما جبتيه ليا نهائيا. هي تقول لي صافي واخا، ولات دازت غير يومين ثلاث ايام، ولات كتقول لي عيط على صاحبك بعدا يتغدى معانا، راه زعما راه ماشي براني، وهذا يعني كتحك لي على ديك الدبره. كيقول ليها هياتا، كتعاود ثاني دوز واحد يومين ثلاث ايام كتصايب شي، مثلا صايبات شي بيتزا ولا صايبات شي ماكله لراجلها يديها معها الخدمه، كتقول ليها انت هكا دي معك هادي فلان، وكتقول ليه هو داك سميتو عبد اللطيف، كتقول ليه كدي معك هادي عبد اللطيف. كيقول لها عرفتي سميتو، واخ عرفتي خدام معايا، واخ مزيان. يعني عاد بدات كتسرح معاه، حتى هو كان كيصحاب لي راه روبو، جيبو للدار رق بيتقب وبيزيد، هو بالعكس القضيه كانت خطيره بالنسبه ليه. المهم بقات هكا هكا هكا، واحد المره هو صوني ليها التليفون ديالها، صوني على التليفون ديالها، قال لها ما كيجاوبش في التليفون. هي تقول ليه راه صافي غير الدار بلا ما نجاوبهم. هو يعاودي ثاني صوني لها مره اخرى ما جاوبتش، يعني هو ما فهم ملي كيصوني التليفون كتجاوب الو ماما، كيديرها الو بابا، هذا ملي كيصوني التليفون ما تجاوبش، يقول لها ما كيجاوبش التليفون، كتقول ليه ما في ما يجاوب، هذا بدا يعني بدي كيدير، كيهز التليفون ديالها تيقول لها ديري الكود، ما بغاش دير الكود، دير الكود ما بغاش دير الكود. هو يعطيها جوج مسمنات، قال لها دير الكود، دارت الكود، هو يلقى نمره صونات عليها، دير من هذيك النمره ديال هذاك، ماشي زعما شرا نمره بخمسة دراهم ولا شي حاجه، ياك ماشي دار شي نمره اخرى، دايرها نمرتي نمرتو نيت مخليها. لقاها فلان، قال لها علاش كيصون عليك، بغيت نعرف انا علاش كيصون عليك.
قلت لهم ها عرفتي اش يرسولو، ويقول لها بلاتي هو يقلب ويلقى انه كيعيط ليها وكيهضروا ربع ساعه نص ساعه 45 دقيقه يعني تيهضروا بدقائق وبالسوايع. تصدم فاش قال لها واخا بلاتي خلاها ومشي لعند صاحبه قال لي نتلاقى انا وياك نتلاقى هو وياك. قال ليه ماك مع مرتي علاش كتدير، ويقول ليه شوف انا قال ليه باش زعما لا ولا هذا وما كاين ما ولكن جاه من الاخر هو يقول ليه مراتك عجبتني طلقها نزوج بها انايا. قال ليه شوف بغيتي تبقى معاها بقى معاها، الا ما بغيتيش تبقى معاها طلقتها نزوج بها والله تنزوج بها. قال لك صافي ما قال لك ما بقى لقاه ما يقول وما يمكنش يضربوش حيت انه خدام معاه. جا عند مرته ورجع لعندها، رجع لعندها قال لها شنو بينك وبين هذاك، ولا بحال مونيكا اشنو بينك وبينها، باينه شنو بينو وبينها، بينو وبينها راه دخل عليها، بينو وبينها راه تيهضر معاها في التليفون، اشنو بينو وبينها صافي. وخيانة قال لها شنو بينك وبين صاحبي، هي تقول ليه وهو تعيط ليه كيسول فيا، ايوا راه صاحبك انا ما خبعتش شي حاجه شايت ليا تسول فيا كي داير لاباس عليك كي بقيتي كي بقات لك الجرحه هذا تنقول لي يا صافايك ما توعدتيك ما هذا. قال لك صافي قال لك سميتو شاف تعيا قال لك نقول لها اللي ما بقاش تجاوبيه غادي تعاود ما بانش لي في داك الشيء. قال لك ما كملاتش علينا 4 شهور كامله خليتها في الدار. قال لك قلت له واش بغيتي نتفارقوا، خدات الورقه ديال الطلاقه يعني كتكون فيها كتدوز واحد المده وكتاخذ ديك الورقه ديال الطلاق ديالها طلق هو وحضرات وكتجي هذا تمشى لدارهم معززه مكرمه مطلقه ما بقاش قاسها نهائيا. وداها دار لها التلفازه لقاه انه ما حامله ما والو ويحمد الله ويشكره ويديرها. وكيف ما كتسناو من نهايه القصه فعلا باش عارفوا راه حتى شي حاجه ما اللي عيبش دار هذاك الدري صاحبه فعلا تزوج بها والله تزوج بها. علاش قالك تزوج بها؟ قالك لانه ملي دخلينا وعجباته وجا داك الشيء داك القنفود عجبو داك الشيء موجا داك الشيء هو هذاك خداها تزوج بها عادي. قال لك وبقيت دابا قال لك انا خدام مع هذاك مزوج ليا بالمره اللي كنت مزوجه بها. قلت له صافي دابا داك الاكس ديالكم غير مع الهضره مع ليك ما عندكش معها الوليدات. قال لك لا قلت له صافي ماشي مشكل. قال لك ما بغاش تصرط ليا لحد يومنا هذا. قال لك يعني درت واحد الغلط فادح وقال لك دابا انا باقي ما تزوجش. قال لك ولكن دابا ملي نتزوجت الا تزوجت قلت لي الا تزوجتي دير هذا الحل اللي قلت لكم في الفيديو هذاك هو الحل اللي كيخصو يدير. صافي ماشي حق اجي صاحبي اجي ولجيران اجي العساس اجي تريسيان اجي البلومبي شحال الهضره هادي. كان هذا هو الفيديو.